المعلومات اللي عن الاختبار موجودة في المربع ده. طبعا الاختبار الساعة 11 صباحا، 11 صباحا، وهيكون 75 دقيقة يعني لحد الساعة 12 وربع ظهرا يعني. في اللينك طبعا اهو، يبقى الاختبار هيبقى اونلاين عن خلال اللينك ده. التوبكس او الدروس اللي داخلة في الاختبار من 7 لحد 14، من 7 لحد 14. امتحان مهم. ليه مهم؟ لان عليه 30 درجة ام سي كيو، شوية اسئلة اختياري. الاسئلة دي 30 سؤال، كل سؤال عليه درجة، يبقى فيه 30 درجة. كده هنوصل ل50، كده هنوصل لنص المادة. احنا امتحنا قبل كده الاختبار القصير كان 20 درجة. طبعا اللي ايه اللي جاب فيهم درجة كويسة، كويس قوي، يشد حيله في ال30 دول كمان عشان يقدر فعلا ان شاء الله يجيب جريد عالي او يجيب درجة عالية في الامتحان التوتال او في المادة كلها. ف30 درجة دول مهمين قوي، 30 درجة مهمين كتير. طبعا كده هيبقى 50 مع الاختبار القصير اللي فات. في بعد كده هيفضل 50 اللي هم أعمال السنة ال10 درجات. هنشوف ازاي الطريقة، هيبعتوا لنا الطريقة ازاي نقسمهم. أكيد طبعا نصهم هيكون على الهوموركات اللي موجودة على موقع بيرسون، 5 درجات ولا حاجة، وال5 درجات التانيين هنشوف هيتحطوا ازاي. وبعد كده هيبقى في 40 درجة فاينل. 40 درجة فاينل هيكون بنسبة كبيرة شابتر 3 وشابتر 4 تاني. عشان كده أنا كنت قلت لكم إن شابتر 3 وشابتر 4 مهمين قوي عندنا في الكيمياء، لأننا بنختبر فيهم مرتين، مرة في اختبار الغد اللي هو في اختبار النصفي، ومرة في الاختبار الفاينل. طبعا الآلة الحاسبة بس اللي مهمة وانتوا اخدتوا عليها بقى من المرة اللي فاتت، going back to the previous questions not allowed، يعني عشان اروح للسؤال التالي لازم اعمل حفظ وكأني ارسال لإجابة السؤال اللي انا ايه بحله في الوقت الحالي. يعني ما ينفعش ان انا اروح لسؤال قبل سؤال، لازم اخلص السؤال واتأكد من إجابتي كويس أوي 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 أوي، وبعدين أرسل الإجابة وأعمل حفظ، خلاص أقدر أروح للسؤال اللي بعده. فبنسبة كبيرة لما يكون السؤال ستيتمنت كده أو جملة أو يعني كلمة أو حاجة زي كده، ما تديلوش وقت طويل قوي يعني، عشان أحاول إن أنا أختزل الوقت للمسائل مثلا اللي هي بتاخد أكتر من خطوة الكلام دوت يعني. يعني ما يضيعش مني الوقت زي ما بيقولوا. طبعا ابقى قاعد في مكان فيه انترنت قوي، الكمبيوتر قدامي كده والدنيا يعني مستقرة، عشان اقدر ان انا احل بدون اي توتر وبدون اي مشكلة. في حاجة اسمها تفعيل الترجمة، كانت في بعتوا عليها قالوا ممنوع ان حد يعمل تفعيل الترجمة من فوق كده، لانها بتغير شكل السؤال، بتبوظ شكل السؤال. فتفعيل الترجمة ده محدش يفعلها، كله يتأكد ساعتها إن لو السؤال بقى لا ده يعني لو السؤال ظهر فيه حاجة غلط، فتأكدي إن تفعيل الترجمة ده إيه مقفول، على أساس إنه ما يغيرش شكل السؤال أو يلخبط السؤال. الجدول الدوري معطى طبعا، والقوانين زي الاختبار اللي فات بالظبط، وفي بعض المعلومات هتلاقوها موجودة في آخر الإيه الموك إكزام ده بخصوص الاختبار وطريقة الدخول والكلام ده كله. أنا طبعا هبعت لكم الموك إكزام اللي قدامكم ده والموديل أنسر بتاعه. تقول يا دكتور الله يعني ده كده مش موديل أنسر؟ طب ما أنت عامل علامات على الإجابات اللي موجودة فيه. لا، أنا كاتب عامل كمان موديل أنسر، إجابة تفصيلية ليه اخترنا الإجابات دي عشان تبقى الصورة واضحة شوية. ما يهمنيش ان انا يعني مثلا ايه لما اذاكر المساله، ما يهمنيش ان انا اذاكرها بالارقام وان الرقم طلع مظبوط، وان لان المساله مش هتيجي هي بالظبط، ممكن يغير الرقم، ممكن يغير الرمز. انا اللي يهمني زي ما قلت لكم قبل كده ان انا بحفظ طريقه حل مساله. يعني المفروض المسائل تصنفوها، دي مسائل الصيغه البنائيه، حساب الصيغه البنائيه من نسب العناصر، خلاص انا بحفظها كده. اول ما تيجي يبقى انا بحول نسب العناصر الى صيغه بنائيه، طريقه ثابته
ازاي احول صيغه بنائيه الى صيغه جزيئيه، بمقارنه المولر ماس والكلام دوت، هنشوف النهارده. فهي طريقه حل، يعني انا اللي يهمني ان انا لما اذاكر اي مساله اذاكرها بطريقتها دي، بتتحل بالطريقه الفلانيه. المولر ماس، حساب الكتله الموليه، ازاي احسب كتله موليه لاي مركب من العناصر بتاعته من الجدول الدوري، كتله العناصر من الجدول الدوري اجمعهم على بعض، طريقه ازاي بحسبها. الحاجات دي ساعات بتيجي سؤال مباشر، وساعات بتيجي جوه اسئله. يعني الكتله الموليه دي لازم اكون شاطر ان انا اعرف احسبها. اي مركب يجيبه لي هو عناصر، هو ذرات عناصر، فالمفروض اجيب عدد كل عنصر مضروب في كتلته من الجدول الدوري. الحاجات دي المفروض انها تبقى سهله. طيب عشان تعرفوا المراجعه دي ماشيه ازاي، هو الراجل كانه بيشاور على الاجزاء المهمه في المنهج، بيشاور على الأجزاء المهمة في المنهج. فأول تقريبا 7 أسئلة، أول 7 أسئلة هتلاقوهم على الدرس الأخير من الشابتر الثاني. والدرس الأخير من الشابتر الثاني كان درس الصفات، صفات العناصر في الجدول الدوري اللي كانوا بيسموه بريوديك ترندز. والبريوديك ترندز كنا احنا لخصناه في صورة جدول، كنا عملنا زي جدول كده وشفنا كل الصفات وعرفنا ان في صفتين عربي وبقية الصفات انجليزي. الجدول ده طبعا لو احنا الامتحان بتاعنا كان حضوري كنا لازم احنا نبقى حافظين ان الاتوميك راديوس او الايونيك راديوس حتى، اللي هو الايون او الذرة، نص القطر، نص راديوس يعني راديوس، والبوند لينس طول الرابطة بيزيد كل ما اتجهنا من اليمين لليسار، وبيزيد كل ما اتجهنا لأسفل. كلام جميل. فلازم ابقى عارف ان هم دول بس اللي بيزيدوا من اليمين لليسار وبيزيدوا كل ما اتجهنا لأسفل. باقي الصفات كلها افكتيف نيوكليير تشارج او ايونايزيشن انرجي، يقول لي رتب العناصر حسب الايونايزيشن انرجي، طاقة التأيون. يبقى لازم اكون عارف انها بتزيد ازاي، بتزيد من اليسار لليمين وتزيد كل ما اتجهنا لأعلى. الالكترون افينيتي نفس الحكايه، كل دول الصفات دول انجليزي، بيزيدوا من في البريود في الدوره في الصف من اليسار لليمين ويزيدوا كل ما اتجهنا لاعلى. فلما يجيب لي شويه عناصر ويقول لي مين اكبر، اشوف اللي ماشي مع السهم يبقى هو اكبر. طب مين اقل، يبقى العكس، عكس السهم على طول. يبقى اكيد لو انا عكست السهم بدل انكريز هتبقى ديكريز، هتبقى ديكريز. فالراجل بيجيب لي سؤال، يجيب لي شوية عناصر ويقول لي مثلا يا ترى الاتوميك راديوس بتاعهم بيزيد ازاي، او مين اعلى عنصر في الاتوميك راديوس، فين الاتوميك راديوس اهو دكتور، اهو فوق اهو، ده الاتوميك راديوس بيزيد في الدورة من اليمين لليسار ويزيد كل ما اتجهنا لاسفل. هي دي تهمني، يعني العنصر لو كان هنا في الاول في اليمين وعنصر تاني في اليسار، يبقى اكيد اللي في اليسار اعلى، اعلى اكبر في الاتوميك راديوس. طب انا بحلها ازاي؟ اشاور على العناصر موجوده في الجدول الدوري، يعني انا اعمل عليهم دايره كده في الجدول الدوري. معاكي ورقه بقى تستعيني بيها وتروحي حاطه دوائر على العناصر اللي هو مديها لك، لان ممكن السؤال ده يجي عليه سؤالين ولا حاجه. ف مهم احط العناصر في دوائر واشوف بقى السهم بتاعي بيزيد ازاي. الاتوميك راديوس يا دكتور نص القطر بيزيد من اليمين لليسار ويزيد كل ما اتجهنا لاسفل، يعني الباريوم ده اكبر من الاسترونشيوم، اكبر من الكالسيوم، كل ما اتجهنا لاسفل يزيد زي ما في الرسمه هنا موجود. فلما يجيب لي 4 عناصر يقول لي مين اكبر واحد فيهم، اقول له البريليوم. ليه؟ لانه اكتر واحد في اليسار ماشي مع السهم، يعني اكتر واحد ماشي مع السهم. اصغر واحد مين بالنسبه لهم؟ النيون. النيون اصغر واحد لانه في اول السهم كانه لسه بيزيد، كل دول زياده عنه. طب لو قال لي رتبهم واداني ترتيبات كده في الاختيارات عادي، يبقى البريليوم اكبر من البورون، اكبر من الاكسجين، اكبر من النيون، او النيون اصغر من الاكسجين، اصغر من البورون، اصغر من البريليوم. ممكن نعملها بأكبر منه وأصغر مني، جيبها لكم كده في الاختيارات. يبقى لازم أكون فاهمها.
فاللي مهم قوي ان انا ابقى عارف البريودك ترانز دي، ابقى عارف الصفات في العناصر بتزيد ازاي، وابقى عارف ان الصفتين العربي الوحيدين هما الايه الريديوس اللي هو نص القطر والبوند لينس طول الرابطه. لو راجل سالني عليهم ابقى عارف ان ده اتجاه الزياده في البريود واتجاه الزياده في الجروب. فاي مثال من الامثله السبعه دول هتلاقوهم كلهم بيلعبوا على الاسهم دي. ده الدرس الاخير من الشابتر الثاني. كلام جميل. فهو بيعمل كده، يعني بيجيب لي شويه عناصر ويقول لي يا ترى بتزيد ازاي او بتقل ازاي زي ما هنشوف. يبقى انا بحط عليهم دوائر واشوف اللي ماشي مع السهم يبقى هو اكبر حاجه، واللي عكس اتجاه السهم يبقى اكيد هيكون اقل حاجه عندنا. فايه دي حته تعتبر زي ايه سهله وما فيهاش اي صعوبه ان انا اقدر ايه ان انا اقدر ان انا احلها. Which of these elements has the smallest؟ اول سؤال بيقول لي مين من العناصر الاتيه من العناصر دي has the smallest atomic radius. atomic radius اهو. دي عربي يا دكتور. يعني ايه عربي؟ يعني بتزيد من اليمين لليسار وتزيد كل ما اتجهنا للاسفل. فده اكسجين وده بريليوم وده بورون وده نيون. احطهم بقى اشوفهم في الجدول الدوري فين، لقيتهم كلهم في صف واحد، والمفروض ان كل ما اتجهت لليسار يزيد، يبقى اول حاجه في اليمين اصغر واحد يبقى هو النيون. فعلا النيون اصغر واحد بالنسبه للعناصر دي كلها، لانه اكتر واحد في اليمين لسه ما زادش، يعني كانه لسه هيزيد. العناصر دي كلها اكتر منه، دول كلهم اكبر منه. طب بالنسبه للصفه الفلزيه يا دكتور، amongst the following elements من العناصر الاتيه، مين الموست ميتاليك وان؟ مين اكتر واحد صفه فلزيه؟ استنى يا دكتور، الصفه الفلزيه انت عاملها وعامل لنا في الجدول السهم معوج. ايوه هو السهم فعلا معوج كده. الصفه الفلزيه بتكون اعلى شيء اسفل اليسار، يعني النقطه دي اقف حط اصبعك في الحته دي كده وشوفي اقرب عنصر للايد دي، يبقى هو ده اكيد اكتر صفه فلزيه. هجيب لك شويه عناصر كده من الجدول الدوري متنطورين في كل حته كده، جيب لك شويه عناصر كده من اي حته بقى، هنا يمين شمال، وبس اقرب واحد، اقرب واحد للنقطه دي، اقرب واحد للنقطه دي للفرانسيوم ده. الفرانسيوم ده اعلى واحد، الفرانسيوم ده الاف ار ده اعلى واحد صفه فلزيه، ميتاليك بروبرتس او ميتاليك كاركتر. عكسه الفلور اللي موجود هنا تحت ايدي، عكسه. عشان كده الصفه الفلزيه بتزيد كل ما اتجهنا لاسفل اليسار، بينما الصفه اللا فلزيه بتزيد كل ما اتجهنا لاعلى اليمين. لو سألك على النون ميتاليك كاركتر هتشوفي اعلى اليمين، اعلى حته قريبه للفلور هنا. الفلور شوفي الفلور موجود، طب اللي جنبه، طب حاجه قريبه ليه، هو ده اكتر صفه لا فلزيه. الفرانسيوم اللي موجود ده اقرب واحد لمين؟ فجاب لي شويه عناصر وجاب جنبهم باريوم. الباريوم اهو يا دكتور ده قريب قوي للفرانسيوم، ده اقرب واحد للفرانسيوم، يبقى اكيد ده اكتر صفه فلزيه. فزي ما بقول لكم الاسهم دي لو احنا عارفينها، الورقه دي هي اجابه سؤالين ولا ثلاثه في الامتحان. فمهم قوي ان انا ابقى عارف الصفات بتزيد ازاي او بتقل ازاي. فعلا اهو حط العناصر اهو، مين اكتر صفه في الازاي، مين اكتر، البريليوم ولا الكالسيوم ولا الاسترونشيوم ولا الباريوم اللي تحت؟ اقرب واحد للفرنسيوم مين؟ مين اكتر واحد اسفل اليسار زي ما بيقولوا؟ يبقى هو الباريوم. يبقى الباريوم هو اكتر واحد فلز، اللا فلزات هنا، يبقى اقل. يعني انا ممكن ارتبهم يا دكتور ويجيب لي عنصر من العناصر دي ويقول لي مين اكتر فلز، ده يعتبر لا فلز، يعني كانه فلز قليل قوي قوي قوي، يعني اقل واحد كفلز، فعشان كده اصبح لا فلز. فالمهم ايه، تعلموا على العناصر وتشوفوا مين اللي ماشي مع السهم اكتر. شوفوا اللي ماشي مع السهم اكتر القريب. زي ما احنا عارفين كده، الصفه الفلزيه بتزيد كل ما اتجهنا لاسفل اليسار، يبقى اكتر واحد اسفل اليسار هو الباريوم، يبقى هو ده اكتر ميتاليك كاركتر صفه فلزيه.
كلام جميل. هتلاقوا حتى السؤال، يعني السؤال اللي بعده نفس الحكايه، ادي ايونيزيشن انرجي. استنى يا دكتور، احنا الصفات العربي كانوا الاتوميك راديوس وكان البوند لينس، بس دي ايونيزيشن انرجي، دي غيرهم. يبقى اكيد دي صفه انجليزي اللي هي بتزيد من اليسار لليمين، كاني بكتب لغه انجليزيه، من اليسار لليمين وتزيد كل ما اتجهنا لاعلى. شوف انا عامل السهمين دول الملخص بتاع الصفر. طب هو قال لي ايه في السؤال الثاني بقى؟ بيقول لي مين اهو، نروح للسؤال يا دكتور، ورينا السؤال. طبعا هبقى رايح جاي كده ما بين السؤال وما بين الاجابات عشان تفهموا ايه ان عملناها ازاي. بيقول لي الايونيزيشن اوف كالسيوم، الايونيزيشن انرجي بتاعت الكالسيوم از لوور ذان الايونيزيشن اوف مين. يعني تقول لي عشان دكتور، عشان كده انت عامل 5 دوائر في الجدول. اللي يهمني الكالسيوم اقل من مين، الكالسيوم اقل من مين. هو بيقول لي لوور ذان، هل الكالسيوم اقل من البوتاسيوم؟ هل الكالسيوم اقل من الباريوم، اقل من الرادون، اقل؟ استنى بقى، طب حلها ازاي دي يا دكتور؟ هو عملها ازاي دي؟ شوف الاسهم كده، نشوف الاسهم كده ونعرف هو عملها ازاي. ادي الكالسيوم اهو تحت ايدي اهو، والمفروض الصفة بتزيد كل ما اتجهنا لليمين. يعني الكالسيوم اعلى من البوتاسيوم. بس السؤال بيقول لي ايه؟ الكالسيوم اقل من مين؟ اقل مش اكبر. الكالسيوم حسب الاسهم دي، حسب الاسهم دي الكالسيوم كده اعلى من البوتاسيوم واعلى من اللي تحته، لان احنا كل ما نطلع فوق نزيد. يبقى اعلى واحد في الناس دول مين؟ البريليوم اللي فوق دوت. السهم بيقول في الجروب كل ما طلعنا لفوق نزيد، يبقى البريليوم اعلى من الكالسيوم فعلا. او نقولها بطريقه تانية ان الكالسيوم اقل من البريليوم، وده اللي السؤال بيسال عليه. الايونيزيشن انرجي اوف كالسيوم لوور ذان، لوور ذان اقل من مين؟ الايونيزيشن بتاعت مين؟ يبقى اكيد اقل من البريليوم اللي فوقيه. ليه يا دكتور؟ عشان كل ما طلعنا لفوق الايونيزيشن انرجي بتزيد. فالصفات كلها بنفس الطريقه، الالكترونيجاتيفيتي السلبيه الكهربيه اللي هي ايه، الابيليتي تو اتراكت الالكترونز اوف بوند تو اتسيلف، ان الذره تاخد الالكترونات ناحيتها. شايفين برضو نفس الاتجاه يا دكتور؟ الله، ده نفس اتجاه الايونيزيشن. ايوه، لان دول انجليزي الاثنين زي بعض، بيزيدوا من اليسار لليمين ويزيدوا كل ما اتجهنا لاعلى، يزيدوا الاعلى. يبقى اعلى واحد هو البريليوم، اعلى من الكالسيوم، اعلى من الباريوم، اعلى من الرادون. او نقول ان ايه، ان الرادون اقل من الباريوم، اقل من الكالسيوم، اقل. يعني ابقى عارف اتجاهاتي يزيد ازاي ويقل ازاي بالسهم ده. فالاسئله كلها بتاعت الدرس الاخير من الشابتر، الدرس الاخير من الشابتر الثاني كلها على اللعبه دي، الايونيزيشن انرجي بتاعت الكالسيوم لوور ذان مين. خلاص عرفنا البريليوم يا دكتور، لان هو اللي فوق، البريليوم هو اللي فوقه. مين العناصر اللي ليها لوست الكترون افينيتي؟ برضه الالكترون افينيتي صفه انجليزي، يعني من اليسار لليمين تزيد. يبقى اول ناس في اليسار اقل عناصر لوست. كان في عائلات عندنا في الكيمياء في الجدول الدوري مشاهير، جروب ايه اللي اسمها الكالي ميتالز، دي جروب 1 ايه، لازم نبقى حافظينها. جروب 1 ايه، جروب 1 ايه، فاهمين؟ انما ايه جروب 2 ايه اللي هي الكالاين ايرث ميتالز، الكالاين ايرث ميتالز. هل الترانزيشن ميتالز دي اللي موجوده في نص الجدول، الهالوجنز دي المجموعه السابعه، وانا المفروض عارف ان الكترون افينيتي بتزيد فروم ليفت تو رايت، يعني من اليسار لليمين، يبقى اقل حاجه اليسار واعلى حاجه اليمين. يعني المفروض الالكترون افينيتي اعلى حاجه في الهالوجنز، هم دول اللي بياخدوا الكترونات، عندهم ميل الكتروني، يعني يكتسب تو جين الكترون. يبقى المفروض اقل ناس، يبقى المفروض اقل ناس في الالكترون افينيتي في الميل الالكتروني هي
الالكالي ميتالز، المجموعه الاولى اللي اسمها الكالي ميتالز اللي هي الفلزات القلويه. فلازم ابقى عارف الاربع عائلات دول بالاسم. في اربع عائلات، مين هم يا دكتور؟ الالكالي ميتالز دي جروب 1 ايه، الالكالي الكالي ميتالز دول اللي اسمهم جروب 1 ايه والكالاين، الكالاين ايرث ميتالز هم دول اللي اسمهم جروب 2 ايه، والهالوجنز، الهالوجنز اللي هم جروب 7 ايه، والنوبل جازز او الانرت جازز هم اللي جروب 8 ايه، 8 ايه. فهنا مين اقل واحد في الالكترون افينيتي؟ اللي هي اللوست الكترون افينيتي، اللي هم ايه، اللي هم الالكالي ميتالز، لان دول اول جروب على اليسار، اول جروب على اليسار في اول الجدول على الشمال، يبقى دي اقل حاجه. يجيب لي شويه عناصر احنا قلناها دي، يجيب لي شويه عناصر يقول لي الكترون نيجاتيفيتي لوست الكترون او هايست، يا دكتور زي ما انت عايز، ما انا هحط دوائر على عناصر واشوف مين العنصر بقى اللي عكس السهم واللي ماشي مع السهم. فاقل واحد كان الرادون لانه تحت خالص في الجروب، كل لما نطلع لفوق يبقى اكيد هيبقى الالكترون نيجاتيفيتي اعلى. المجموعه الثانيه فيها الاربعه دول، المجموعه الثانيه اللي هم الالكالاين ايرث ميتالز فيها الاربعه دول، تحت خالص الرادون وفوق خالص البريليوم، وكل ما اتجهنا لفوق تزيد، يبقى اللي فوق خالص ده اعلى واحد اللي هو البريليوم. فممكن السؤال يجي لي كلوست او يجي هايست. لو قال لي هايست الكترون نيجاتيفيتي كنت هختار البريليوم، انما قال لي لوست يبقى انا هختار اللي تحت خالص، عشان الصفه بتزيد كل ما اتجهنا اب فروم بوتوم تو توب. زي السؤال ده برضه، as we move from bottom to top، تقول يا دكتور افرض ان انا مذاكراها في الجدول اللي انت عامله ده، ان الزياده كل ما اتجهنا لفوق او الزياده كل ما اتجهنا لتحت، والراجل هنا عكس الاتجاه، خلاص يبقى بدل increase تبقى decrease، مفيش مشكله. لو عكس لك الاتجاه يبقى عكس اللي احنا عارفينه، يبقى اكيد بدل زياده انا عامل لك الزياده. صفات الانجليزي كلها تزيد من اليسار لليمين وتزيد كل ما اتجهنا الاعلى، ده اتجاه الزياده. لو انا قلت لك من اليمين لليسار بقى العكس، يعني يبقى قولي ايه، نقصه، يبقى ديكريزز. ففعلا هنا الاتوميك راديوس بيقل من اسفل الى اعلى، هو بي هو كان بيزيد فروم توب تو بوتوم، من فوق لاسفل، يبقى لو عكسنا الاتجاه يبقى ايه؟ يبقى decreases. ولكن الصفه الانجليزي اللي اسمها ionization energy ايه؟ هتزيد في الاتجاه دوت، لان الاتجاه ده ماشي معاها زي الجدول اللي احنا خدناه. فانا طبعا لو على انا لو ايه لو عندي الجدول ده، طبعا يعني بقول لكم لو كان الاختبار حضوري كنا هنبقى حافظين، المفروض نبقى حافظين الجدول ده والاتجاهات والزياده ازاي، ويمين وشمال وفوق وتحت، ولازم نبقى حافظين. انما طبعا لو عندي خلاص هبص عليه واشوف كده، اتجاه الزياده ازاي واتجاه النقصان ازاي. مين في دول الالكترون نيجاتيف 1؟ نفس الحكايه، الالكترون نيجاتيفيتي بتزيد فروم ليفت تو رايت، يعني كل ما اروح ناحيه جهه اليمين نزيد. فانا هدور في العناصر دي مين اكتر واحد في اليمين. ورينا يا دكتور الحل بتاعها، يعني هنعمل دوائر على العناصر ونشوف اكتر واحد جهه اليمين، نشوف أكتر واحد جهة اليمين فين؟ سؤال رقم أهو، أدي الكترونيجاتيفيتي السؤال السابع، مين أكتر واحد سلبية كهربية؟ شوف السهم ماشي إزاي؟ ده اتجاه الزيادة، ده اتجاه الزيادة، يبقى المفروض المغنيزيوم أقل واحد في اللي أنت جايبهم دول. طب اختار لي الأربعة دول، يبقى أقل واحد فيهم هو المغنيزيوم، واعلى واحد فيهم هو الكبريت، واعلى واحد هو الكبريت. افرض راح جاب لكم كمان الاكسجين معاه، يبقى الاكسجين اعلى، لان السهم ايه لفوق بيزيد. فاهمين؟
يبقى سهل قوي موضوع البريودك ترينز دي او صفات العناصر في الجدول الدوري طول ما انا عارف الاسهم الاساسيه دي، وعرفنا ان الصفتين دول الاتوميك راديوس والبوند لينس هما الوحيدين اللي عربي بيزيدوا من اليمين لليسار ويزيدوا كل ما اتجهنا الاسفل. اي صفه غيرهم اكيد بتبقى انجليزي، يعني من اليسار لليمين تزيد وتزيد كل ما اتجهنا الاعلى. فهمنا الموضوع؟ فايه فده من الموضوع ايه او من الحاجات السهله اللي عندنا. ده اشوف اول 7 اسئله، يعني بيقول لي هي دي نوعيه الاسئله اللي ممكن تيجي على الدرس الاخير من الشابتر الثاني. الدرس الاخير من الشابتر الثاني، ال7 اسئله دول حد رقم 7. What is the empirical formula of a compound C2 H4O2؟ دي سهلة دي، فاكرين لما كنا الصيغة الجزيئية هي تكرار الصيغة البنائية؟ اللي فاكر الصيغة الجزيئية هي تكرار الصيغة البنائية، مضروبة في 1، مضروبة في 2، مضروبة في 3. برافو. يعني أنا ليه هنا قسمت على 2؟ قلنا نقسم على أكبر رقم ممكن، أكبر رقم. يا سلام، برافو برافو. نقسم على أكبر عدد يدي أعداد صحيحة، أبسط صورة. أيوة كده، كل الكلام ده صح. الصيغة البنائية هي أبسط نسبة أرقام صحيحة، بالإنجليزي يا دكتور simplest whole number ratio، أبسط نسبة أرقام صحيحة. عشان نوصل لها فإحنا بنختار رقم نقسم عليه ويطلع لنا أرقام صحيحة، فيطلع لنا ارقام صحيحه. فانا قسمت، ما قسمتش على 4 ليه يا دكتور؟ هيطلع انصاص. ايه 2؟ 2 اصغر من الاربعه، ما ينفعش. ففعلا اخترت الاثنين ليه؟ عشان اقسم كله على 2، اقسم كل الارقام، محدش يقسم لي واحد ويسيب الثاني. اقسم ده على 2 فيها الواحد، اقسم ده على 2 فيها الاثنين، الاربعه على 2 فيها الاثنين، والاثنين على 2 فيها الواحد. خلاص، هي دي ابسط نسبه ارقام صحيحه. طب افرض يا دكتور كان حط لي بدل الاثنين اللي في الاخر دي 3، وانا مش لاقي رقم اقسم عليه. خلاص، يبقى هو هتلاقي الصيغه دي موجوده جوه الاختيارات، يبقى اختاريها هي. ما خلاص كاني قسمت على 1. اللي ما تنفعش تتقسم باختارها هي. يبقى هي سبحان، هي زي الميه، الميه H2O صيغه جزيئيه وكمان صيغه بنائيه. يعني هي موجوده في السيمبلست فور، موجودة كده في الطبيعة فعلا. برافو، كلام جميل. فدي عشان كده طبعا أنا موضح لكم موضوع الصيغة البنائية والصيغة الجزيئية، وطبعا عليها مسألة هنشوفها دلوقتي، أو نوع المسائل اللي ممكن تيجي على الجزء ده. Classify the substance CO. هل CO ده عنصر ولا مركب ولا إيه حكايته يا دكتور؟ فكرنا يا دكتور إيه الفرق ما بين العناصر والمركبات، كنا بنعرفها ازاي، وايه الفرق ما بين العنصر الجزيئي والمركب الايوني والتساهمي والقصه الكبيره ديت. القصه الكبيره دي اهو، الماده النقيه تنقسم الى عناصر ومركبات. امتى تبقى عنصر؟ لو نوع واحد، لو نوع واحد وذره واحده يبقى عنصر. اهو نوع واحد وذره واحده، يقول لك نيون بس، اني وبس، مفيش ارقام، مفيش ارقام، يبقى ده عنصر ذري اسمه اتوميك ايليمنت، اتوميك ايليمنت. اما الامتى يبقى مولوكيولار ايليمنت يا دكتور؟ لو اكتر من ذره، نوع واحد ولكن اكتر من ذره، نوع واحد ولكن اكتر من ذره. طب بالظبط كده زي ما انت قلت. اما للمركبات يا دكتور، في منها الايوني اسمه بالانجليزي ايونيك، دي سهله اهي نفس الاسم، انما التساهمي بنسموه مولوكيولار. طب يا دكتور اعرف منين الفرق ما بين المركب الايوني والتساهمي؟ الايوني هو اتحاد فلز مع لا فلز، ما انا معايا الجدول الدوري اشوف العنصر. يعني يقول لي مثلا الاف اي وجنبه اف 3 اللي هو الحديد والفلور، ابص في الجدول الدوري هلاقي الفلور موجود على اليسار في الفلزات، والاقي الحديد، والاقي الاف اللي هو الفلور موجود في اليمين، يبقى فلز مع لا فلز. يبقى هو ده المركب الايوني، يبقى ايونيك كومباوند. انما لو كان لا فلز مع لا فلز، سي او
هو ده السؤال. السؤال سي او يا ترى ايه نوعه؟ اولا هو السي او ده عنصر؟ لا يا دكتور، ده حرفين كابيتال، غير لما يقول لي سي كابيتال او سمول. اوعي لما يقول لي سي كابيتال او سمول ده عنصر، ده كده اتوميك اليمنت. اتوميك اليمنت يعني ايه اتوميك اليمنت يا دكتور؟ يعني عنصر ذري. ليه؟ لانه نوع واحد، ذره واحده، احنا بنعرفها بعدد الحروف الكابيتال. انما لما يقول لي حرف كابيتال سي وحرف كابيتال او، يبقى ده كده عنصرين، اكتر من عنصر، ها يبقى مركب. طب اذا كان لا فلز مع لا فلز، يبقى فعلا زي ما انتوا قلتوا كده، يبقى مركب تساهمي. برافو. اللي اسمه ايه بالانجليزي؟ مولوكيولار، مولوكيولار كومباوند. يبقى ده اجابته مولوكيولار كومباوند، يبقى ده مولوكيولار كومباوند. فهمنا اللعبه؟ في موضوع سهل قوي ده. ده المفروض السؤال ده من الاسئله اللي هي ايه، بيدوها كده يعني هديه، يعني ده المفروض ان احنا نبقى عارفينه. اند كوفيلنت بوند، صح، يعني هو مولوكيولار كومباوند، وكمان ايه الرابطه فيه من النوع التساهمي. بالظبط كده، يبقى ايه، يبقى المركب ده مولوكيولار كومباوند، لان حرفين كابيتال. يبقى عنصرين، عنصرين. طيب بالنسبة للتسمية يا دكتور، كان في، نذكر نفسنا كده، هي التسمية كانت ايه؟ كان في مركبات أيونية وفي مركبات تساهمية. ايه الفرق في التسمية يا دكتور ما بين النوعين؟ لما يكون المركب، ادي ملخص التسمية، ملخص التسمية، المركبات الأيونية والتساهمية. في قواعد يا دكتور هتختلف، في حاجات اختلافات بسيطة. طب ايه الاختلافات البسيطة ديت؟ ان لو كان المركب ايوني، يعني في ايه، فلز مع لا فلز، يبقى لازم اشوف نوع الفلز، عشان هو ده اللي هيحدد اذا كنت هحط الشحنة ولا لا، اذا كنت هحتاج احسب الشحنة ولا لا. فاكرين لما قلنا العناصر اللي ليها شحنه متغيره وشحنه غير متغيره، اللي احنا سميناهم عناصر A وعناصر B عشان ما تتلخبطش. احنا عندنا في الجدول الدوري المجموعات واخده، ايوه، النحاس. برافو. النحاس والحديد، الناس اللي في نص الجدول دول اللي اسمهم عناصر انتقاليه، لازم تضيف الشحنه ما بين الاسمين، لازم تحطي الشحنه، دي عناصر انتقاليه لازم تحسبيها. انما العناصر الاساسيه لا داعي لذكر الشحنه، معروفين اصلا. جروب 1 يبقى بوزيتيف 1، جروب 2 يبقى بوزيتيف 2، يقول لك ايه بريدكتابل، يعني قابلين ان احنا نتعرف على، انت يعني تضيف حاجه ما تحطهاش. انما لو عناصر انتقاليه، لا قول لنا، يمكن يكون موجب واحد مش موجب اثنين، مع عناصر انتقاليه بقى يبقى لازم نحدد الشحنه. عشان كده انا كاتب لكم حاجتين شبه بعض شويه، كالسيوم كلورايد وكبر كلورايد. شوف تفرق، تفرق. الكالسيوم كتبنا العنصر الاولاني ده اسمه ايه؟ اسمه كالسيوم كما هو بالجدول الدوري، دي قواعد التسميه. العنصر الاولاني اكتبي اسمه زي ما هو في الجدول. العنصر الاخير غيريه لايد، يعني لو كلور خليه كلورايد، لو بروم خليه برومايد، لو اكسجين خليه اوكسايد. في شوية مجموعات لازم نبقى حافظينها اسمها بولي اتوميك اينز، دول مش هتلاقيهم في الجدول الدوري اللي موجودين في جدول وقلنا نحفظهم، اللي هم بتاع السلفيت والفوسفيت والنيترايت والنيتريت، الحاجات دي بقى لازم تتحفظ. دول خليهم حلقة خاصة يا دكتور مش دلوقتي عشان ما نتلخبطش. هنا الكلور كلورايت وده كالسيوم، خلاص يبقى هو كالسيوم، والاخير على نغمة ايد يبقى اسمه كلورايت. خلاص خلص الاسم، يبقى يجي لك الصيغه دي ويقول لك اسمه ايه، تقوم انت تختاري كالسيوم كلورايد. انما لو جالك الكبر او الحديد اللي هو او السيلفر او الحاجات اللي هم بتاع العناصر الانتقاليه، يبقى لازم تحطي الشحنه. طب يا دكتور استنى، وانا هعرف منين ان الكبر ده موجب اتنين؟ الروماني دي، الحرفين دول بالروماني كده اللي هم الاتنين اي دول جنب بعض، دول يعني موجب اتنين. طب النحاس موجب اتنين ليه؟ لانه معاه اتنين كلور. شوفوا بيعرفوها ازاي، بيعرفوها من عدد اللي جنبه. برافو. شوف جنبه كام سالب، يبقى هو كام موجب، كام سالب يبقى هو كام موجب على طول.
الكلور يا دكتور. طب وانا عارف الكلور يا دكتور. ايوه، ما الكلور في المجموعه السابعه، ولا في لز، لا في لز يبقى بالسالب. فاكرين لما قلنا جميع لا في لزات تكتسب الكترونات وتصبح سالبه، وعدد السالب هو رقم المجموعه ناقص 8. الجمله الشهيره بقى اللي احنا قلناها 100 مره. فهو 7 ناقص 8 يبقى ناقص 1، كل الهالوجينات بتبقى ناقص 1، خلاص محفوظه. والاكسجين والكبريت اللي تحته بيبقوا ناقص 2 لانهم في المجموعه السادسه، والنيتروجين والفوسفور في المجموعه الخامسه بيبقوا ناقص 3. فالحاجات دي معروفه من زمان. فالكلور سالب 1. استنى يا دكتور، طب ولما هو الكلور سالب 1 حطيت انت موجب 2 ليه؟ لان في 2 كلور. 2 كلور يعني 2 سالب. يبقى لازم النحاس ده يشيل 2 موجب، عشان كده حطيت كبر 2 ايه كلورايد. يجيب لك في الاختيارات بقى يقول لك كبر 1 كلورايد، ولا كبر 2 كلورايد، ولا كبر 3 كلورايد، ولا كبر كلورايد من غير الشحنه خالص. تقول استنى، لا لا يا دكتور، ده الكبر ده من عناصر الانتقاليه بيه، يبقى لازم نحط الشحنه. كبر كلورايد ايه من غير الشحنه؟ لو ما حطش الشحنه دي يبقى غلط، القواعد بتقول كده. طب واحد ولا اتنين ولا تلاته؟ لا لا، ده معاه اتنين كلور. تعرفوا لو الاتنين بتاعت الكلور دي اتمسحت، لو الاتنين بتاعت الكلور دي اتمسحت كان برافو برافو، كان هيبقى كبر واحد كلورايد. ممتاز. عشان يبقى سالب واحد موجب واحد، برافو. يبقى ايه كان ساعتها ايه هشيل الايه دي، يبقى اشاره سالب واحد، يبقى اكيد النحاس هيكون كبر واحد. فانا بعرف الموجب من السالب. العناصر اللي هي الايه طب المركبات التساهميه يا دكتور اسمهم مولوكيولار دول او كوفيلنت، دول لا في لز مع لا في لز، تسميتهم ازاي؟ العنصر الاولاني اسمه زي الجدول الدوري بالظبط، العنصر الاخير على نغمه الايض، على نغمة الله زي التانية يا دكتور. أيوة زي التانية، دايما العنصر الأخير كده بيبقى على نغمة الأيض في الآخر. أيوة خلاص، خلصنا اسم الأولاني وبعدين اسم التاني، ده العناصر الإيه؟ إيه؟ المركبات الإيه؟ المركبات التساهمية. بحط عدد كل ذرة قدامها، النيتروجين في منه 2 من الجدول 2 يعني داي، يبقى أقول داي نيتروجين، دي معناها عندنا 2 نيتروجين. بنتا اوكسايد، بنتا دي يعني 5، فين في الجدول؟ بنتا ايه، يبقى لازم الجدول ده ابقى عارفه. قاعده مهمه جدا هي اللي موجوده بس هنزود عليها، ان الذره الاولى لا يضاف لها مونو ابدا. الذره الاولى ما نحط لهاش مونو، نكتب اسمها من غير اي اضافات، واحنا فاهمين انها مونو خلاص، هي القاعده كده. المونو ما تتكتبش في اول الاسم ابدا، عشان كده ساعات بيجيبها في الامتحان، وهنشوفها دلوقتي في سؤال من الاسئله. جاب لي ايه كربونه وجنبها 4 سي ال، فكاتب لهم في الاجابات مونو كربون تترا كلورايد. لا يا دكتور، مونو كربون ايه؟ تكتبش مونو في الاول، غلط. يبقى هي كربون تترا كلورايد، ولو انت كتبت كربون تترا كلورايد يبقى انا فهمت ان الكربون دي هي مونو واحد. فهمنا اللعبه؟ هنشوفها دلوقتي في السؤال على طول، بس قبل ما اروح ادي المجموعات اللي انا قلت لكم عليها تتحفظ، وكنت بعتها لكم على الجروب. دي المجموعات دي لازم تتحفظ اسما ورمزا وشحنتها. دي بيجي عليها سؤال يا دكتور؟ ده بيجي عليها سؤال واثنين. دي بقى مهمه قوي، ولازم ابقى عارف شحنتها كويس قوي. الفوسفيت لو اتحد مع الالومنيوم هل هحتاج اكرر اعداد ولا حاجه؟ الالومنيوم في المجموعه الثالثه، يبقى المفروض الالومنيوم بيبقى موجب 3. طب لو قال لي الومنيوم فوسفيت، طب الفوسفيت بتكون اشارتها ايه يا دكتور؟ بتبقى سالب 3. الله، ده قد بعض. لما يبقى الومنيوم موجب 3 وفوسفيت سالب 3، يبقى رمز الالومنيوم فوسفيت كاني احط الالومنيوم جنبه الفوسفيت زي ما هو، واحد قصاد واحد، ما قد بعض. قد بعض يا دكتور في الشحنات، قد بعض في الشحنات. الومنيوم فوسفيت هي كده.
طب لو قال لي الومنيوم هيدروكسيد يا دكتور، لا استنى، الهيدروكسيد في الجدول ده او اتش سالب واحد، الالومنيوم موجب ثلاثة، الالومنيوم بيبقى موجب ثلاثة والهيدروكسيد بيبقى سالب واحد. طب ينفع كده يبقوا قد بعض؟ لا ما ينفعش. سوري، الاو اتش سالب ايه؟ عيدها تاني، الالومنيوم موجب ثلاثة والهيدروكسيد بتبقى سالب واحد. ازاي موجب ثلاثة تساوي السالب واحد؟ ما ينفعش. فاكرين لما كنا بنعكس الارقام؟ يبقى الثلاثة بتاعت الالومنيوم تبقى عدد تحت الاوكسيد الهيدروكسيد، والواحد اللي فوق الهيدروكسيد تبقى هي عدد الالومنيوم، يبقى الومنيوم والاو اتش هي اللي ثلاثة. ايوه كده، برافو. الومنيوم او اتش 3، بس نخلي الاو اتش بين قوسين عشان ايه؟ عشان ما تبقاش، ايوه برافو برافو، ايوه كده برافو، عشان ما يبقى ما يفتكروش ان الثلاثه دي على الاتش، لا دي على الاو اتش كلها. يجي سؤال، بساعات بيجي سؤال ايه؟ سؤال مباشر يقول لي هي السلفايت رمزها ايه؟ على طول كده يا دكتور، ايوه يعني ممكن ما يبقاش في التسميه، يطلبها اسما كده على طول. هي السلفايت رمزها ايه؟ ويلخبطك، يقول لك نيجاتيف 2 ولا نيجاتيف 1 ولا اس او 4 نيجاتيف 2، يقعد يلخبطها لك وانت تشوفي الايه؟ الاجابه الصحيحه. فلازم تكوني ايه؟ لازم تكوني حافظاها كويس قوي. اسما ورمزا وشحنة. اسما ورمزا وشحنة. كلام جميل؟ اهو ادي السؤال. Choose the correct systematic name of الكومباوند كربون تتراكلورايد، اللي قبله ايه؟ استنى اللي قبله، اهي كبر فوسفيت ده، بس ده عشان كبر من البي، من البي يبقى لازم اقول شحنته. طب يا دكتور استنى، هم حسبوا الشحنه ازاي؟ هو ليه النحاس موجب اتنين؟ اقول لك بقى موجب اتنين ليه؟ لان الفوسفيت اللي هي لسه انا قايلها دلوقتي اللي هي هتبقى سالب ثلاثة، سالب ثلاثة ومنها كم مجموعة؟ اثنين، يبقى كده عدد السالب ستة. لما يبقى السالب ستة يبقى لازم الموجب يكون ستة. طب الموجب الستة دول لو قسمناهم على ثلاثة يبقى كل نحاس نصيبها اثنين. شوف اللعبة. لا يعني لازم احسب كل السالب قد ايه واساويه بالموجب واقسم الموجب ده على عدد النحاس اللي موجود، ايوه عشان اعرف نصيب كل واحده، نصيب كل واحده هي موجب اتنين، عشان كده هي كبر اتنين فوسفيت. فلو انت مش عارفه ان الفوسفيت دي سالب ثلاثة خلاص المساله كلها راحت خلاص. ايوه نساوي بالصفر ونقسم ستة على ثلاثة، برافو 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 برافو. لو انت مش عارفه اساسا ان دي فوسفيت وقلت يا رب هي فوسفيت بس سالب واحد ولا سالب اتنين، خلاص راحت راحت المسألة. ما انا لازم ابقى عارف ان دي سالب تلات واكررها مرتين تبقى سالب ست، يبقى لازم اللي قصاده يبقى موجب ست، بس دول تلاتة نحاس، يبقى الستة على التلاتة فيها الاتنين، يبقى اكيد الاجابة هتكون كبر اتنين فوسفيت. فهمنا؟ يبقى لازم ابقى حافظ البولي اتوميك ايونز، الايونات عديدة الذرات دي موجودة هنا كمان، امونيوم صلفيت. شوف امونيوم، يا خبر ابيض، ده الاثنين بولي اتوميك اين يا دكتور. قلبت الجدول الدوري يا دكتور ان انا الاقي امونيوم، عنصر اسمه امونيوم ولا عنصر اسمه صلفيت، مش لاقي ده ولا ده، لان دول مش عناصر، دول مجموعات ايونات عديدة الذرات لازم تتحفظ. الامونيوم بيبقى موجب واحد NH4 بلس، NH4 وبيبقى بلس واحد، هو ده الامونيوم، والوحيد الوحيد من البولي اتوميك اينز اللي بيبقى موجب هو الامونيوم. طب والسلفيت يا دكتور؟ اس او 4 سالب 2. طب ينفع الموجب واحد يساوي السالب 2؟ لا، يبقى خلي الموجب واحد ده 2 منه بقى، خلي بقى الامونيوم دي 2 منها عشان يبقى قد السالب، يبقى اتنين امونيوم مع واحد صلفيت اللي احنا كنا بنعكس فيه الشحنه لما قلنا ناخد رقم ده تحت ده وناخد رقم ده تحت ده بالمقص كده. يبقى اذا كان الصلفيت دي بتبقى سالب اتنين، ايوه،
نخليها 2 للأمونيوم، وإذا كان ده موجب واحد يبقى هي واحدة صلفية بس. شحنة ده تنزل رقم تحت ده، وشحنة ده تنزل رقم تحت ده، يبقى هو أمونيوم صلفيت زي ما احنا شايفين كده. يبقى هو أمونيوم صلفيت زي ما احنا شايفين كده. الصلفايت أيون إيه هو؟ أهو شوف، ده سؤال مباشر. لو أنت مش حافظة البولي أتوميك أيونز اللي أنا لسه قايل لك عليها مش هتعرفيه. الألومنيوم فوسفيت، كل شوف المثال ده والمثال ده والمثال ده والمثال حتى اللي فات في الصفحة اللي قبلها، كلهم الراجل بيقول لك اوعي ما تبقيش حافظة البولي أتوميك أيونز. يبقى كده الراجل ممكن يجيب عليهم سؤالين في الامتحان مهمين. المركبات التساهمية أهو فاكرين؟ إحنا قلنا لا ما يقولش مونو يا دكتور، مونو في الأول ما تتكتبش. المركب التساهمي اسم العنصر الأولاني كما هو بالجدول، لو كان ذرة واحدة نكتب اسمه بدون أي إضافات، ما نحطش مونو. المونو تتحط للعنصر الثاني اللي بعد كده، ينفع زي كربون مونوكسيد تنفع، إنما الذرة الأولى ما نحطلهاش مونو. وتترا كلورايد من الجدول 4، يعني تترا وده كلور في الآخر يبقى اسمه كلورايد. فدي الإجابة. الحاجات دي بتعرفني إزاي أعرف أعمل تسمية صح طبعا بالأمثلة. طبعا عندنا في حساب للكتلة المولية. مفروض بقى لو جالنا كتلة مولية في الامتحان ده كده هدية. ليه يا دكتور بتقول كده؟ لأن الكتلة المولية دي بتبقى خطوة من الخطوات في مسائل تانية، في مسائل المتفاعل المحدد هنشوفها كمان شوية، في مسائل المولات بتاعت النواتج والمتفاعلات كده، واعمل علاقة ما بينهم ومقص، والمسائل دي بتعتمد على حساب الكتلة المولية. فانت لما اجيب لك سؤال واقول لك المولوكيولار ويت ولا المولار ماس بتاعت المركب بتساوي ايه، ده كده يبقى سؤال هدية، ده كده يعتبر من اسهل الأسئلة. شوفي العناصر دي في الجدول الدوري كتلتها قد ايه، جمعي كتلتهم على بعض. المسألتين دول هم حساب كتلة مولية، حتى اللي تحتها اللي بتحول الكتلة إلى مولات برضو تعتمد على حساب الكتلة المولية دي، واللي تحتها واللي تحتها، كل الأسئلة دي أدي الإجابة بتاعتهم. هتلاقوني إيه؟ لازم أحسب الكتلة المولية. فين يا دكتور؟ أهو أهو الكتلة المولية بتاعت الليد. كام ليد يا دكتور؟ واحدة. من الجدول الدوري كتلتها كام؟ 207.2. كام كربون يا دكتور؟ ده نصيب الليد، خلاص خلصنا منه. كام كربون يا دكتور؟ واحدة كربون في كتلتها 12.1، عدد كل ذرة في كتلتها، ده نصيبها. وليه بحب أنا أقول بكلمة نصيب نصيب؟ لأن ساعات بيحسب لي، ساعات بيطلب مني نسبة العنصر الماس بيرسنج، يبقى ساعتها هجيب كتلته نصيبه واقسمه على الكل واضرب في 100، دي اسمها الماس بيرسنت. فممكن الراجل برضو يطلب مني يعني شايفين المولر ماس دي مهمه قوي يا دكتور، دي ساعات بتطلب كده مباشره، وساعات احتاج لها عشان احسب الماس بيرسنت، وساعات احتاج لها عشان اشوف نسبه المولات في المتفاعلات والنواتج، وساعات احتاج لها وانا بحسب مساله الليميتنج رياكتنت اللي هو المتفاعل المحدد. كل دول بيعتمدوا على ان انا اعرف احسب المولر ماس الكتله الموليه بسهوله. لو جمعت كتل العناصر هي دي الكتله الموليه. نسبه الكربون ايه؟ يعني لو اقول لك ماس بيرسنت بتاعت الكربون، يبقى هتجيبي نصيب الكربون وتقسميه على الرقم كله ده وتضربي في 100. طب نسبه الاكسجين، يبقى 3 في 16 على الكل واضرب في 100. سهله، والقانون بتاعها معطى حتى في الامتحان. لما يجي لك مجموعة وعليها تكرار، فك التكرار كده أسهل، فك التكرار أسهل عشان تعرفي نصيب كل عنصر، بلاش اللخبطة دي. يعني بدل ما هو كتب لي ان اتش 4 ده هيتكرر 3 مرات، طب ما توزعي الثلاثة دول عليهم، يبقى 3 نيتروجين بالضرب، طبعا نوزعها بالضرب مش بالجمع، 3 في 1 ب 3 و3 في 4 ب 12،
يبقى المركب ده فيه 3 نيتروجين، فيه 12 هيدروجين، فيه 1 فوسفور، فيه 4 اكسجين، واجمع بقى خلاص كده بقت سهله يا دكتور. كده اجيب عدد كل ذره في كتلتها من الجدول الدوري، عدد كل ذره في كتلتها من الجدول الدوري، ده نصيبها، ده المشاركه بتاعتها في الكتله الكليه. الفوسفور يبقى 1 في 30 97% اللي انت جبتها من الجدول الدوري، والاكسجين كذلك، اجمعهم على بعض يطلع 149. سهله. كنا خدنا ازاي احول جرام لمول او مول لجرام، وقلنا ان الموضوع ده لازم ابقى شاطر فيه كويس قوي لان بحتاجه في المسائل، من كتله لمولات او مولات لكتله، من كتله لمولات اقسم، شايفين السهم اقسم على الكتله الموليه، طب من مولات لكتله اضرب في الكتله الموليه. لازم ابقى عارف ان التحويله دي سهله قوي، لازم ابقى عارف ان التحويله دي شيء بالنسبه لي سهل، ان انا احول كتله الى مولات او مولات لكتله، بحتاجها كتير، بحتاجها كتير قوي، وهنشوفها في مسائل كتير. اول ما اقول لك كتله عايز احولها لمولات تقولي اقسم على الكتله الموليه يا دكتور، اجيب الكتله الموليه منين؟ من الجدول الدوري. طب لو جبت مولات اقدر احولها لذرات وجزيئات ولا لا؟ اضرب في عدد افوجادرو. سهله سهله، عشان كده هتلاقي ايه الحته دي عليها مسائل كتير جدا في الاختبار. يبقى حساب الكتله الموليه، تحويل الكتله الى مولات او عدد ذرات او جزيئات، كل ده سهل بالنسبه لنا اهو. حسبنا الكتلة المولية سهلة، هاو ميني مولز، عايز مولات ومديني ايه جرام، يبقى مديني كتلة، يبقى اقسم على الكتلة المولية بتاعت المركب ده، اضرب بقى اكرر الاتنين، يبقى 2 نيتروجين و8 هيدروجين، واجمع كتلته، اجمع ده كله، اجيب الكتلة المولية اقسم الكتلة دي على الكتلة المولية بتاعت المركب ده، يطلع لي المولات على طول في ثانية. سهلة سهلة يا دكتور، لو قسمنا الكتلة على الكتلة المولية تطلع المولات في ثانية. يبقى بحسب الكتلة المولية بتاعة الأمونيوم سلفايد زي ما احنا شايفين، عنصر اهو روبيديوم ومديني كتلته بالجرام، أقدر أحوله لمولات؟ هو عايز إيه يا دكتور؟ هاو ميني مولز؟ وهاو ميني أتومز؟ استنى، ده عايز أفوجادرو كمان. عايز عدد أفوجادرو. عايز أفك المولات لذرات أو جزيئات، عشان ده عنصر ذري يبقى ذرات. يبقى اقسم الكتله الاول على الكتله الموليه بتاعت الروبيديوم، وبعدين يطلع لي المولات اضرب في عدد افوجادرو تتحول الى ذرات. مساله سهله برضو. كان في هنا برضو هاو ميني بارتكلز، بارتكلز اللي يقصد بيها ايه؟ الجزيئات او الذرات، يعني ما موجوده في الاجابات يا دكتور. طيب هاو ميني موليكيولز، يعني ما هي الجسيمات او الجزيئات اللي هي موجوده في 110 جرام؟ هتقول لي ده برضو كتله وانا عايز احوله ل يبقى لازم اقسم على الكتله الموليه وبعدين اضرب في عدد افوجادرو، عشان كده الرقم طالع كبير اهو. اول ما تلاقوا الرقم فيه 10 اس يبقى ضرب في عدد افوجادرو. طب عمل ايه يا دكتور الاول؟ قسم الكتله على الكتله الموليه. طب الكتله الموليه بتاعت الكلورين جاز كام؟ استنى يا دكتور، انا رحت الجدول الدوري لقيت ان الكلور كتلته الموليه 35 و45 من 100، بس هو الراجل قال لي كلورين جاز. هو الكلورين جاز ده هيبقى ذره كلور واحده؟ لا، هيبقى كلور اتنين، وفي سبعه لازم تبقوا حافظينهم، سبعه، السبعة العظماء اللي هم اتنينات، داي اتوميك موليكيولز، في الطبيعة ربنا خلقهم كده اتنينات، الهيدروجين اتنين، الاكسجين بيبقى اتنين، النيتروجين بيبقى اتنين، الفلور بيبقى اتنين اللي هم الهالوجينات بقى، فلور وكلور وبروم ويود، السبعة دول. يقول لي كلورين جاز، اكسجين جاز، نيتروجين جاز، هيدروجين جاز، يبقى اوعي تنسي ان انت تضربي كتلته بتاعت الجدول الدوري في اتنين،
يبقى لو قلت المولر ماس، بتاعت الكلورين جاز اللي هو سي ال 2، يبقى لازم اعمل 35 و45 من 100 واضربها في 2. لازم نضرب في 2، اوعي. لان على فكره بقى المقلب اللي بيحصل، تلاقوا ايه الراجل حاطط لكم في الاجابات اللي هي تطلع لو احنا ما ضربناش في 2، عشان يشوفك بقى يا خبر، وتطلعي تقول يا ده انا لقيت الاجابه وجاوبتها صح والله. يبقى لا، لازم اكون متاكده تماما ان ايه، ان انا احاسب المولار ماس صح، لان هيتوقف عليها المولات اللي هتطلع صح، وكمان عدد الذرات او الجزيئات صح. كلام جميل. يبقى ايه المسائل اللي موجوده في الموك اكزام دي؟ لازم احنا نقراها ونفهمها كويس قوي، وبعدين نحلها غايبا. يعني لازم انا امسك ورقه وقلم كده والكالكوليتور بتاعي واتدرب واشوف الرقم هيطلع مظبوط زي ما الراجل عملها ولا لا، كانك راجع ورايا يعني لحد اما تطلعي بالنتيجه صح، عشان تبقي فاهمه ايه اذا كنت فاهمه المساله مظبوط او لا. نفس الحكايه هنا بقى، خلاص مش هنكرر. 30 مش عارف ونص سامبل اوف جلوكوز، ورمزه اهو، اداني رمزه ليه يا دكتور؟ هو اداني رمزه ليه؟ ما يقول لي جلوكوز وخلاص، عشان احسب الكتله الموليه. ما انا عشان احول الجرام الى مولات لازم احسب الكتله الموليه. يا خبر ابيض ده كبير. اه فعلا، 6 في 12 زائد 12 في 1، حللها لكم طبعا بالتفصيل في الاجابات، زائد 6 في 16، كل ده هيطلع 180. اقسم ال 30 على 180 كتله على الكتله الموليه، يطلع المولات. سهله قوي. يعني كأن الراجل بيقول لي تعرفي تحولي كتله لمولات من خلال حساب الكتله الموليه ولا لا؟ بس كلام جميل. كالكوليت الماس بيرسون دي اللي احنا قلناها قبل كده من شويه، قلنا لو اي عنصر احسبي الكتله الموليه، وبعدين هاتي نصيبه واقسميه على الكتله الموليه بتاعت المركب كله واضربي في 100. وخلي بالك ان اف اي لما نحسب له الكتله الموليه يا ريت ما تستخدموش كده. اما اعمل ايه يا دكتور؟ اوزع، الثلاثه على الاو وعلى الاتش. يعني ايه؟ يعني اف اي او 3 اتش 3. نخليها كده عشان نحسب سهل، عشان نحسب كل عنصر عدده في كتلته، نصيب كل واحد واضح كده. كده المركب دوت فيه واحدة من الحديد، ذرة حديد، وثلاثة أكسجين وثلاثة هيدروجين. نحسب بقى نصيب الأكسجين ونقسمه على كل الكتلة المولية بالكامل ونضرب في 100. ورينا يا دكتور كده أنت عملت الحاجات دي إزاي في الإجابات، عشان نبقى عرفنا حلها إزاي أهي. وزي ما بقول لكم الحاجات دي اهو، كتله احولها لمولات اقسم على الكتله الموليه. كاتب لك اهو ان دي معطاه في المساله ال 34 و7 من 100. طب الكتله الموليه يا دكتور؟ لا، يبقى لازم تحسبيها. وزعي الاثنين اللي بره على اللي جوه في القوس، يبقى 2 نيتروجين و8 بالضرب، 2 في 1 ب 2، 2 في 4 ب 8. اجمعي بقى كتل العناصر، ها يبقى هي دي الكتله الموليه. اقسمي المعطى الكتله المعطاه على الكتله الموليه، يطلع لك المولات. سهله قوي. نفس الحكايه هنا، نفس الكلام، هو بالظبط. ونفس الحكايه هنا، ادي الكلور اهو اللي ضربنا في 2 لانه ذرتين يا دكتور. ايوه، والسبعه اللي انا قلت لكم عليهم مكتوبين اهو عشان ما ننساهمش، الهالوجينات ومعاهم الهيدروجين والنيتروجين والاكسجين، دول كلهم جزيئات ثنائيه الذره. ادي الجلوكوز حسبناه لقيناه 180 فعلا زي ما انت قلت، قسمنا الكتله بتاعته 30 ونص على 180، طلعت الايه؟ المولات. موضوع لو احنا اتدربنا على كام مساله كده مره في الثانيه خلاص هيتعرف، هنبقى مفهوم بالنسبه لنا. قد ايه نسبه الاكسجين؟ وزع الثلاثه دول على الايه؟ على اللي جوه، يبقى او 3 واتش 3. يبقى الحديد واحد، عدد الحديد واحد في كتلته من الجدول الدوري، وثلاثة في الأكسجين وثلاثة في الهيدروجين، ده نصيب كل واحد، كلهم 106.
طب هو عايز الماس بيرسنت بتاعت مين؟ الاكسجين. خلاص يبقى هات نصيب الاكسجين اللي هو 3 في 16 واقسمه على الكل واضرب في 100. خلاص موضوع سهل قوي. في عندنا مسائل اسمها مسائل الصيغه البنائيه. عندنا نوعين من مسائل الصيغه البنائيه، في مسائل يديني نسب العناصر ويطلب مني صيغه بنائيه، ويطلب مني صيغه بنائيه. فين المسائل دي يا دكتور؟ اي find the empirical formula of a compound consisting of كذا نسبه اس ونسبه فلور، يديني نسب العناصر ويطلب مني صيغه بنائيه. السؤال رقم 22 والسؤال رقم 23 زي بعض زي بعض. طريقه الحل واحده. طريقه الحل ان انا ازاي من نسب اجيب الصيغه البنائيه. ده النوع الاولاني من مسائل الصيغه البنائيه. النوع الاولاني من مسائل الصيغه البنائيه يديني نسب العناصر ويطلب مني صيغه بنائيه. طيب هو اداني عنصرين الاس والاف، نسبهم كام يا دكتور في المساله؟ 21 و96 من 100% والتاني 78 و4 من 100%. اول خطوه من خطوات المساله اعتبر النسبه كتله بالجرام، دي اول خطوه. احول الكتله الى مولات، اقسم على الكتله الموليه. خبر هنا كمان حتى دكتور اقسم على الكتله الموليه، اي لان اساسا الصيغه البنائيه هي نسب مولات بس ارقام صحيحه، ابسط نسبه ارقام صحيحه. فقسمنا كل نسبه، لا جرامات بقى يا دكتور، قسمنا كل جرامات على كتلتها من الجدول الدوري، طلع مولات بس مولات سخيفه شويه فيها كسور يا دكتور. لما يطلع لي كسور كده اقسم على اصغر رقم فيهم عشان اشوف التكرار، عشان اشوف تكرار واحد بالنسبه للتاني. لما اقسم ده على نفسه هيطلع واحد، لما اقسم الكبير ده على الصغير ده نفسه، ها ما انا بقسم على اصغر واحد في الاثنين، يعني اقسم ده على نفسه اقسم ده على الصغير يطلع ستة. بقسم على اصغر رقم فيهم يطلع واحد. لو طلع واحد وستة خلاص الحمد لله الرقم طلع صحيح يا دكتور، خلاص هي الصيغة البنائية اس واحد اف ستة. طب افرض كان طلع ده واحد وطلع ده اتنين ونص، ما ينفعش يبقى فيها انصاص يا دكتور، ما ينفعش يبقى فيها انصاص. لو الصيغة البنائية فيها طالع فيها ارقام انصاص، لا ما ينفعش، ما تبقاش صيغة بنائية. يبقى ساعتها لازم اضرب في رقم يصحح يبقى ساعتها اضرب في اتنين، لو طلع نص اضرب في اتنين، لو طلع تلت اضرب في تلاتة، لو طلع ربع اضرب في اربعة. كلام جميل. المسألة اللي تحتها نفس الحكاية بالظبط، نفس الحكاية بالظبط، برضو نسب عناصر بحولها كتلة، اعتبرها كتلة، مش هحولها بقى، ما بحولش فيها حاجة، هي نفس الرقم بس جار. وبعدين اقسم على اصغر رقم منهم، ما اقسم على ده ولا ده يا دكتور، اقسم على الصغير. لما قسمت ده طلعت واحد، لما قسمت ده طلعت اتنين، خلاص الصيغة البنائية حلوة، صيغة ايه؟ رقم صحيح. لو طلع ربع اضرب في اربعة، لو طلع نص اضرب في اتنين، لو طلع تلت اضرب في تلاتة. هي دي افكارها كلها. فهمنا؟ في الموضوع يعتبر موضوع ايه؟ من المواضيع السهله. في من الصيغ برضو من مسائل الصيغه البنائيه ان ممكن ساعات يديني صيغه بنائيه ويديني الكتله الموليه المولر ماس، يديني دي ويديني دي ويطلب الصيغه الجزيئيه. يعني من الصيغه البنائيه كيف تحصل على الصيغه الجزيئيه، التكرار الكبير اللي هي المكرره بقى. يبقى لازم احسب التكرار يا دكتور اللي هو الان، الريبيتيشن فاكتور، القانون معطى في الامتحان على فكره. يعني في الامتحان هتلاقونا كاتبين لكم مولوكلر فورمولا بتساوي امبيريكال فورمولا مضروبه في ان، حيث ان ان هو المولر ماس المعطى في المساله على الامبيريكال فورمولا ماس اللي هي كتله الصيغه البنائيه اللي المفروض انت تحسبيها. وفي مساله عليها اللي هي صفحه اربعه اللي هو ايه؟ سؤال رقم 24. سؤال رقم 24. فعشان احول الصيغه البنائيه الى صيغه جزيئيه لازم احسب التكرار الاول. طب التكرار ده احسبه ازاي؟ المولر ماس المعطاه كتله، تعرفوا المولر ماس دي كانها هي كتله الصيغه الجزيئيه الكبيره، لما اقسمها على كتله الصغير يطلع التكرار فعلا، يطلع متكرر كم مره.
لما حسبنا الصيغة البنائية كتلتها كام؟ طلعت 171. طب وهو معطى كام الكتلة بتاعت المولر ماس اللي هي الجزيئة الكبيرة؟ 515. يبقى لما اقسم الكبير على الصغير يطلع لي التكرار. يطلع التكرار 3، يبقى اجيب الصيغة البنائية واكررها 3 مرات. خلاص سهلة. سهلة يا دكتور. فالمسألة بتيجي كده، يعني يجيب لي، يجيب لي اي كومباوند هاز مولر ماس، اهو اداني مولر ماس عشان اقارن كتلتها بكتلة الامبيريكال الصغير دوت. عشان اجيب كتلة ايه؟ الامبيريكال اللي هو مدهاني دي، واقسم الكتلة دي على الكتلة الصغيرة، يطلع التكرار اللي هو 3. اضرب اكرر الصيغه البنائيه 3 مرات، يبقى صيغه جزيئيه. سهله، موضوع سهل، بس برضو محتاج تدريب. يعني شوف المساله، كومباوند هاز مولر ماس وات از ذا مولوك، يبقى المسائل دي هي اللي بتطلب المولوكيولار فورمولا، الصيغه الجزيئيه بمعلوميه الامبيريكال فورمولا. يبقى لازم احسب ايه؟ كتله الصيغه البنائيه، واقسم المولر ماس على كتلة الصيغة البنائية، يطلع التكرار. أكرر الصيغة البنائية دي كم مرة؟ 3 مرات يا دكتور. في بعض المسائل الراجل بيجيب لي معادلة، وزن معادلة بقى، يجيب لي وزن معادلة، يقول لي يا ترى إيه هو الكوفيشنت؟ إيه الرقم اللي هنحطه هنا عشان تبقى المعادلة دي موزونة؟ When the following equation is balanced، عندما تكون المعادلة الآتية موزونة، الكوفيشنت اوف ووتر يعني معامل المية، الرقم اللي هنا يعني هيبقى كام؟ يعني ايه وزن معادلة يا دكتور؟ وزن معادلة ان عدد العنصر في المتفاعلات يساوي عدد نفس العنصر في النواتج. واضحة قوي. ما انا عندي 2 اكسجين اهم، يطلع ازاي مية بقوة واحدة بس؟ المعادلة كده مش موزونة يا دكتور. إذا كان هنا في 2 أكسجين، يبقى لازم المية كده يكون في منها 2، يبقى لازم أحط قدام المية 2 عشان يبقى عدد الأكسجين إيه؟ موزون. يبقى لازم أحط هنا 2 قدام المية عشان 2 في 1 أكسجين ب2 أكسجين على النواتج، و2 أكسجين في المتفاعلات، يبقى كده المعادلة موزونة. وزن المعادلة انك تحطي ارقام يمين وشمال كده، تقعدي تجربي لحد ما تظبط معاكي. يبقى عدد ذرات العنصر في اليسار اللي هي المتفاعلات يساوي عدد ذرات نفس العنصر في النواتج. زي المسألة دي بالظبط. مين الكوفيشنتس اللي هتخلي المعادلة دي بالانسد؟ جربي، جربي الارقام. حطي دي 4 هنا، وحطي هنا دي 3 بالترتيب، وحطي دي هنا 2، شوفي هتظبط معاكي ولا لا. تظبط ازاي يا دكتور؟ لما اقول 4 حديد وهنا 2 في 2 ب 4 حديد، يبقى الحديد موزون يا دكتور. ده 6 اكسجين كمان وهنا 6 اكسجين يا دكتور، ده برضو الاكسجين موزون. فوزن المعادلة ده برضه من الايه، من الحاجات اللي هي ايه، كانها زي بازل كده، زي فزوره كده، ونقعد نحلها، نحط ارقام لحد اما نظبط. طبعا لو جربت ارقام تانية زي دي مش هتطلع مظبوط، هيطلع الحديد 2 وتطلع هنا 8 حديد الناحيه التانية. ازاي؟ ازاي يبقى حديد في التفاعل داخل ذرتين بس يطلع 8 ذرات في النواتج؟ ازاي يعني تبقى معادله موزونه دي؟ Which of the following Which of the of these substances؟ مين من المواد الآتية is formed by electron transferring؟ إيه يا دكتور حكاية electron transferring؟ كنا خدنا جدول وقلنا الجدول ده نعرفه كويس أوي ونحفظه كويس أوي، اسمه جدول الروابط. وفيه 3 أنواع من الروابط: رابطة أيونية، ورابطة تساهمية، ورابطة فلزية. إيه الفرق يا دكتور؟ الرابطة الأيونية فلز مع لا فلز، وتحدث من خلال الإلكترون ترانسفيرنج. يعني لازم تبقي عارفة كل رابطة بتحصل إيه الطريقة.
الرابطه التساهميه الكترون شيرنج، يعني لو كان قال لي الكترون شيرنج كنت هختار ايوه الرابطه التساهميه تبقى الكترون شيرنج، مشاركه الكترونات، انما هنا ايه قال لي الكترون ترانسفيرنج، وكانت الرابطه الفلزيه اللي هي فلز مع فلز كان اسمها ايه الكترون بولينج، مسبح الالكترونات. فخدي بالك من الجدول بتاع الروابط اللي هو نوع الروابط، وبرضه موجود هنا في الاجابات سريعا كده اوريها لكم عشان برضه تبقى النقطه ديت مفهومه. فين الجدول ده يا دكتور؟ اهو الرابطة الأيونية تحدث عندما يكون فلز مع لا فلز، ميتال مع نون ميتال، ويكون طريقة الرابطة إزاي؟ إلكترونز ترانسفير أو إلكترون ترانسفيرنج. الرابطة التساهمية كوفيلنت لا فلز مع لا فلز، وتنشأ من خلال إلكترونز شيرد أو إلكترون شيرنج، مشاركة إلكترونات. الرابطة الفلزية الميتاليك لما ميتال مع ميتال، يقول لي حديد مع صوديوم الاثنين ميتال، يبقى الكترون بولينج او الكترونز بولت. دي طريقة الرابطة الايه انواع الروابط اللي عندنا، فدي مهمة قوي، وبرضو يا ريت نكون احنا عارفين الجدول ده كويس قوي عشان ده برضو من الأسئلة اللي تعتبر أسئلة سهلة، تعتبر من الأسئلة السهلة. طبعا معلش مش هقدر ادي ريست عشان اقدر اخلص الاسئله اللي فاضله. كلام جميل. فايه يبقى دي خلاص عرفناها، يبقى ده الكترون ترانسفيرنج. اول ما تشوف الكترون ترانسفيرنج يبقى رابطه ايونيه، يبقى رابطه ايونيه، يبقى اشوف فلز مع لا فلز. ايوه يا دكتور خلاص. فاكرين لويس ستراكشر يا بنات؟ لويس ستراكشر كنا بنعمله ازاي؟ كان بالنقط. طب في واحدة شاطرة كده تقول لي، في واحدة شاطرة كده تقول لي هو النقط دي كانت عدد ايه؟ النقط بتاعت لويس على الذرة كانت هي الالكترونز دي كانت هي، ايوه برافو، الكترونات التكافؤ اللي احنا كنا بنعرفها ازاي؟ بنعرف الكترونات ايوه من رقم المجموعه. الله ينور عليك. الكلور لما يقول لك الكلورين اتوم، تاني يا دكتور كلورين اتوم يبقى حواليه كام الكترون؟ استنى يا دكتور، الكلورين في المجموعه السبعه يبقى عنده سبع نقط يا دكتور. يبقى هي الاجابه دي. لا لا مش الاجابه دي، لا يا دكتور مش الاجابه دي، الاجابه دي غلط، لان الراجل قال لي كلورايد ايون. لا امسح امسح يا دكتور، لا مش صح، ده قال ايون، والمفروض الكلورايد ايون يبقى سالب. سالب كام؟ هو في المجموعه السابعه لا فلز. ايوه برافو، سالب واحد. سالب واحد يعني ايه يا دكتور؟ يعني بدل ما هو في جيبه سبعه بقوا ايوه زيد واحد، برافو، بقوا ثمانيه. واضح اهي والله يا دكتور، سالب اهو وعنده 8 نقط، هي دي، اكتسب الكترون فاصبح 8. كان في برضو جدول للجزيئات بتاع لويس، والجدول ده انا قلت لكم احفظوه كويس قوي لان بيجي امثله منه عشان نوضح ازاي الرابطه التساهميه بنوضحها وبنفسرها عن طريق لويس. الجدول ده كان في الهيدروجين، قول لنا يا دكتور ادي لويس اهو، اهو النقط هي رقم المجموعه، خلاص احنا عرفنا، وعدد النقط المفرده هو عدد الروابط اللي ممكن يكونها العنصر. ادي الكلور اهو كان سبعه، زودنا عليه الكترون عشان بقى كلورايد ايون، دي المفروض كلورايد، انا غلطت فيها، كلورايد ايون، يبقى زود له الكترون فبقى 8. هو ده شكل لويس ستراكشر لايون الكلور او الكلوريد، يعني هم دول الامثله ساعات الراجل بيجي منهم. الميه عندها اتنين بوند، يسموهم ايه بقى؟
زوجين سموهم بوند بير او بوندينج بيرز، الروابط اتنين، الالكترونات الحرة دي يسموها لون بيرز او نون بوندينج الكترونز، يسموهم لون بيرز او نون بوند، نون يعني مش رابطين، حرين يعني. فالمية عندها رابطتين بوندينج ونون بوندينج او لون بيرز اتنين، الهيدروجين عنده واحدة بس رابطة، ما عندوش اي نون بوندينج الكترونز او لون بيرز، الكلور عنده رابطة واحدة بس بوندينج ايه بيرز، زوج الكتروني واحد بس رابط، رابطة يعني، ما هو الرابطة زوج، وعنده ستة، ياه ستة لون بيرز، أو يقولوا عليهم نون بوندينج الكترونز. الأكسجين عنده أربعة نون بوندينج الكترونز وعنده رابطتين. النيتروجين اللي في السؤال هنا عنده ثلاث أزواج رابطة، ثلاث أزواج رابطة وزوج حر، اثنين من الأزواج الحرة، ام سوري، اثنين من الازواج الحره وزوج هنا وزوج هنا، يبقى كده عدد الازواج الحره اثنين اللي هم النون بوندنج الكترونز زي ما احنا شايفين. كلام جميل. فيبقى ده السؤال لما يجي على اشكال لويس للجزيئات مش للذرات، اللي فوق ده الذرات، ولو كانت ايون ازود الكترون، ولو كان مثلا موجب يبقى نقص الكترون، إنما دي الجزيئات اللي هي التساهمية المعروفة عشان نقدر نعمل طريقة لويس بيها ونقدر نحسب. يبقى خلاص ده اللي هو إيه، عنده اتنين نون بوندينج وتلاتة بوندينج، تلات روابط اللي هو النيتروجين إيه موليكيول زي ما إحنا شفناه في الجدول. لما يقول لي شيرنج أوف إلكترونز، لما يقول لي شيرنج أوف إلكترونز يبقى دي رابطة إيه؟ رابطة تساهمية يا دكتور، ما تدورش في الأيوني ولا تدور في الفلزيه، يبقى تساهميه. لا استنى استنى يا دكتور، ده انا عندي اجابتين تساهميه، اختار البيور ولا بولر؟ قال لي ان ايكوال شيرنج. كلمه ان ايكوال دي هي السر، ان ايكوال يعني غير متساوي. الرابطه التساهميه لما يكون المشاركه فيها غير عادله وغير متساويه تبقى بولر، يعني موجب وسالب. لو شلت ان دي، لو شلنا ان دي يعني خليناها ايكوال شيرنج، كنا هنختار الاجابه دي. نون بولر، يعني نون بولر اللي هي البيور، هي البيور، البيور كوفيلنت دي اسمها نون بولر لانها بيور. يعني ايه بيور؟ يعني مشاركه تامه، مفيش لا موجب ولا سالب. انما دي قطبيه، برافو. انما النوع الان ايكوال ده، عشان الراجل قال لي ان ايكوال، عشان الراجل قال لي ان ايكوال فهي قطبيه، بقت في اقطاب، بقى في موجب وبقى في ايه وبقى في سالب. How many moles of NO2؟ قد ايه ال NO2، عدد المولات من ال NO2 لو احنا استخدمنا 15 مول من ال N2O5 ومديني معادله، استفيد ايه بالمعادله دي يا دكتور؟ طبعا لازم استفيد بالمعادله دي، مولات. الراجل جاب سيره مين في السؤال؟ NO2، يبقى فين اهو، وجاب لي N2O5، اهو، ما جابش سيره الاكسجين يا دكتور، خلاص امسحه ولا كانه معانا. واصبحت المساله علاقه ما بين الاثنين دول، 2 مول يطلع 4، اما لو 15 مول يطلع كام؟ دي لعبه الايه؟ دي لعبه ايه دي؟ لعبه المقص يا دكتور، وضحها لنا يا دكتور كده، مسائل المولات دي نعملها ازاي بتاعة المقص؟ فينها؟ اهي طريقة المقص، شوف اهي 2N2O5 ويطلع 4 زائد اكسجين. ايه ده يا دكتور الاكسجين مش موجود؟ ايوه لانه ما يهمنيش في المسألة، ده مش موجود خلاص.
وبقى أصبحت العلاقة ما بين المتفاعل ده والناتج ده بس. المعادلة بتقول 2 يطلع 4، فاكرين الكلمة دي؟ أنا دايما كنت أقولها، المعادلة تقول والمسألة تقول. المعادلة قالت 2 يطلع 4، أما للمسألة قالت كام؟ قالت 15، يبقى يطلع كام؟ لعبة المقص، 15 في 4 على 2 تطلع 30. فدي تعتبر من الأسئلة إيه؟ السهلة. كان في برضو من الحاجات اللي احنا مهمة قوي لازم تعرفوها، ايه يعني ايه الكتروليت ونان الكتروليت؟ فاكرين لما قلنا السكر لما يدوب في المية غير لما الملح يدوب في المية؟ السكر لما يدوب في المية غير الملح يدوب في المية. الملح سترونج الكتروليت، الاملاح اللي بتدوب في المية ديت السولوبل ايونيك سولتس دي بتبقى قوية. ليه؟ لانها كومبليتلي ايونايزد، تطلع ايونات كتير قوي فتوصل الكهرباء بقوة، كوندكت الالكتريكال كارنت سترونجلي. دي الامثله بتاعتهم مهمين، مهم ابقى عارف. الاملاح اللي دايبه بتبقى سترونج الكتروليت، السترونج اسيد والسترونج بيز، اي حمض قوي، اي حمض، اي قاعده قويه، كل ده بيكون سترونج الكتروليت، يتأين كاملا فيوصل التيار الكهربي بقوه. اما الايه الويك زي الخل، فاكرين قلنا الخل لو عملناه في ميه ووصلنا نلاقي ده ضعيف قوي يا دكتور؟ ليه يا دكتور؟ اصله بارشلي ايونايز، يعني بيطلع ايونات قليله قوي. اما للسكر يا دكتور، لا لا، ده السكر ما بيوصلش خالص. ليه يا دكتور؟ لانه دونت ايونايز، نون الكتروليت. برافو، نون الكتروليت، لا يذوب ولكنه لا ينتج ايونات، don't ionize at all، فما بيوصلش كهرباء. كل المواد المولوكيولار اللي هي المركبات التساهميه زي السكر زي الكحول ما توصلش كهرباء يا دكتور. فطبعا ده ايه كان على سؤال كده ممكن يجي يقول لي المواد اللي هي سترونج الكتروليت ولا ويك الكتروليت، نبقى احنا ايه عارفينها. مين السترونج؟ اللي هو الاملاح اللي بتدوب، ده ضعيف وده ضعيف الامونيا، وده نان الكتروليت. يبقى السترونج الكتروليت هو مين؟ هو الصوديوم كربونيت اللي احنا في الامثله قلناه من شويه. في اخر انواع من المسائل اللي هي تعتبر مهمه عندنا، اللي هي الثيوريتيكال ييلد. اول ما نشوف مساله على ثيوريتيكال ييلد او ليميتنج رياكتانت او بيرسنت ييلد، يبقى دي مسائل اسمها مسائل المتفاعل المحدد. المتفاعل المحدد نعمل فيها ايه يا دكتور؟ طريقه حلها ثابته ودايما مكرره. تلاقي الراجل بيديني كميه النواتج المتفاعلات ويقول لي احسب كميه الناتج نظريا، الثيوريتيكال ييلد بتاع الانو. المسائل دي طريقه حلها ثابت، دايما بقسم الصفحه فيها نصين واقارن، اقارن المتفاعل الاول مع الناتج. شوف هعمل ايه؟ اهي هي المعادله اهي، بس الراجل في المساله جاب لي سيره، ده طلب الثيوريتيكال ييلد كميه الناتج نظريا، لان هو ما جابش الميه يا دكتور. يبقى الغي الميه، يعني اصبحت المعادله هي الحته دي بس. معادله هي دي اللي تهمني في المساله، في المساله كلها. مره هقارن الامونيا بالناتج اللي هو سالني عليه، ومره اقارن المتفاعل الثاني مع نفس الناتج. شوف كتبت معادلتين، اقسم الصفحه نصين، مره الامونيا مع الان او اهو بارقامها يا دكتور. ايوه بارقامها، 4 امونيا يطلع 4 ان او. طب لو 5 مول، جبتها منين دي يا دكتور؟ من المعطى في المساله. المساله قالت لي ان انا استخدمت مولات من الامونيا 5، المعادلة بتقول 4 يطلع 4، أما لو 5 يطلع كم؟ نعرف نحسبها بالمقص؟ نعرف. طب المتفاعل الثاني رأيه إيه؟ المعادلة بتقول 5 يطلع 4، 5 يطلع 4، أما لو 4 زي ما المسألة قالت 4 مول من الأكسجين يطلع كم؟ كأننا بنشوف كل متفاعل يطلع لي ناتج قد إيه؟ والاقل هيبقى هو الليميتنج رياكتانت. المتفاعل المحدد
هو اللي ايه اللي بينتج اقل كميه ناتج. كميه الناتج دي هي اللي اسمها ثيوريتيكال ييلد، بس بالمولات. تعرفي تحوليها بالجرامات؟ ايوه يا دكتور، ما احنا خدناها 100 مره بقى. ازاي احول مولات الى جرامات؟ ان انا اضرب في الكتله الايه الموليه. جبت ال NO، النيتروجين ب 14 من الجدول، الاكسجين ب 16 من الجدول، يبقى لو ضربت المولات اللي طلعت لي دي من الليمتنج، من المتفاعل المحدد اللي قليله يعني، لو ضربتها في الكتله الموليه ابقى حولتها الى ايه؟ الى جرامات زي ما احنا شايفين. من المسائل بتاعت برضو جزء المتفاعل المحدد دي، بس تعويض مباشر بقى، بتيجي كده على طول، يعني يديكي ايه الاكشوال ييلد ويديكي الثيوريتيكال ييلد، ويطلب حساب البيرسنت ييلد. دي مساله وبنديك القانون بتاعها في تعويض مباشر، تقسمي الصغير الاكشوال ييلد على الثيوريتيكال وتضربي في 100، يطلع نسبه الناتج ايه المئويه، يطلع نسبه الناتج المئويه. كلام جميل. طبعا اللي فاضل بقى خلاص اللي هو ايه، حساب المولارية والتخفيف، هم دول اللي فاضلين، هم دول اللي فاضلين. معلش احنا طولنا. ادي ايه ال NO اهو، 5 مول من الامونيا، انما 4 مول من الاكسجين، 5 مول من الامونيا 4 مول. فعملت مقارنة وعرفت عدد المولات اللي بتطلع من الناتج الاقل، وضربتها في الكتله الموليه حولتها الى مولات زي ما انتم شايفين. ثيوريتيكال ييلد فين يا دكتور اللي انت كنت بتقولها دلوقتي؟ وات از ذا بيرسنت ييلد؟ طب شكرا، ومديني ثيوريتيكال ييلد ومديني اكشوال ييلد، خلاص يا دكتور الصغير على الكبير واضرب في 100، خلصت سهله قوي دي، سهلة دي، مساله هديه دي. وات الماس اوف صوديوم كلورايد ميك مش عارف كام ملي ام، هي دي حل المساله كلها. ام كابيتال دي يعني المولاريه، والمولاريه القانون بتاعها بيقول ايه؟ المولاريه هي عدد المولات على الحجم. تقول لي استنى يا دكتور، عدد المولات على الحجم، طب انا عندي الحجم يعني ايه؟ يعني اعرف اجيب عدد المولات؟ بس هو مش طالب عدد المولات، ده بيقول لي على الكتلة. طب ما انا اقدر احول عدد المولات لكتلة. شوف اللفة. يعني الراجل برضو قصدني، عايز يعرفني اذا كنت انا فاهمة ايه اللي اقدر احول كتلة لمولات ومولات لكتلة في اي وقت ولا لا. بالظبط، يعني اجيب الايه؟ اجيب المولات اضربها في الكتلة المولية تتحول لكتلة، خلاص سهلة. يبقى انا الاول الايه المولاريه ديت والحجم. بس استنى يا دكتور، ده في ملحوظه مهمه قوي، في ملحوظه مهمه قوي لازم نبقى واخدين بالنا منها، لحسن في ناس اكيد هتغلط فيها كتير. ايه هي يا دكتور؟ ان الحجم هنا بالملي، وقانون، ايوه برافو، وقانون المولاريه باللتر، يبقى لازم اقسم ده على 1000 يا دكتور. ايوه كده برافو. يبقى ورينا يا دكتور الاجابه بتتعمل ازاي. يبقى المفروض ايوه، يبقى المفروض القانون اهو ام ان على في، بس الفي باللتر. يبقى ايه؟ يبقى عشان اجيب المولات اللي فوق دي اضرب، اضرب، ايوه برافو برافو، قسمتي على 1000. يعني كأن الام عندي يا دكتور والفي عندي يا دكتور عايز اجيب المولز يا دكتور يبقى ايه؟ عشان اجيب المولز اللي فوق دي هضرب الحجم اللي انت حسبتيه دوت في في الام المولاريه اللي هي 1.5، اللي هي 1.5، خلاص طلعت الايه المول. طب ما اضربها في الكتله الموليه، اجيب منين الكتله الموليه دي يا دكتور؟ من جدول الدوره. ملح الطعام صوديوم 23، كلور 35 و45 من 100، احسب الكتله الموليه اضربها في المولات احولها الى ايه؟ الى جرامات. موضوع سهل قوي، والمساله اللي وراها اسهل كمان، تعويض مباشر. احسبي المولارية من عدد المولات والحجم، سهل قوي. ليه بتتك على قوي كده؟ لان الحمد لله الراجل مديني مولات ومديني حجم باللتر، يعني مفيش احلى من كده. تعويض مباشر يا دكتور، لو قسمنا المولات ايه 3.4 على الحجم باللتر، فالحمد لله باللتر،
يبقى هيطلع مين؟ هيطلع المولاري. خلاص خلصت. آخر مسألة عندنا اللي هي مسائل التخفيف، ورينا شكلها يا دكتور عشان إيه نختم بيها. مسائل التخفيف، مسائل التخفيف كان M1 V1 يساوي M2 V2، ففي أربع حاجات موجودين، هيديكي ثلاثة منهم ويطلب الرابعة، تعويض مباشر. هيديني ثلاثة منهم ويطلب الرابعة يا دكتور. أهو وات إز ذا مولاريتي، عايز M، طب ومديني إيه؟ مديني V وام وفي. سهله والله يا دكتور، يعني يعني كاني ده اعتبره في 1 واعتبر ده ام 1 واعتبر ده في 2. سهله يا دكتور، سهله، تعويض مباشر، تعويض مباشر. بس في نقطه واحده مهمه هي اللي الراجل يعني صعبت عليه نفسه كده ان السؤال يبقى سهل، يعني فقال لك والله ايه اصعبها عليهم. ايوه برافو برافو، لازم مختلف، لازم تخلي الحجم نفس الوحدة، يا تخلي الملي لتر يا تخلي اللتر ملي، المهم ان يكون الاثنين نفس الوحدة. فاحنا نقسم ال 300 دول على 1000 تبقى 3 من 10، نضرب 3 من 10 في 3 ونقسم على 1 و2 من 10، هيطلع المولارية زي ما احنا كاتبين في الحل هنا بالظبط. بصوا كده ادي الحل، M1 V1 يساوي M2 V2، تعويض مباشر اهو، M1 V1 يساوي M2 V2 300 مللي، والمولارية بتاعتهم 3. طب الحجم لما بقى ايه 1 و2 من 10 لتر، المولارية تبقى كام؟ خلاص هقسم ال 300 على 1000 عشان تبقى دي لتر ودي كمان لتر. كده كده الحساب يكون صح، لازم الحجم يكون نفس الوحدة. يبقى لو ضربت 3 في 3 من 10 وقسمت على 1 و2 من 10 يطلع الام ايه؟ الام 2. فاهمين؟ كده احنا خلصنا كل الأسئلة بتاعت، ويعني تقريبا وضحنا كل الأهم الأجزاء. زي ما بقول لكم هو أهم حاجة في الموضوع، انا كده عرفت ايه، عرفت اهم النقاط اللي موجوده في الجزء بتاع الامتحان. فمش مطلوب ان انا احفظ مساله بارقامها، لا لا خالص، انا بفهم طريقه حل المساله، انا بفهم طريقه حل المساله، طريقه حل السؤال، عشان تبقى الموضوع ده مفهوم بالنسبه لكم. الامتحان ده تروحي ماسكاه كده مع الاجابات اللي انا عاملها وتروحي مذاكراه الاول، وبعدين مش تسمعيه، لا تبقي فاهماه، ما انت اكيد مش هتحفظي الارقام يعني، وتروحي ماسكه الامتحان مره تانية من غير الاجابات وتروحي انت بقى اللي حلاه، شوفي بقى ايه، هتعرفي تحليه مظبوط ولا لا؟ لو حليتيه مظبوط تبقي انت فاهمه،